يصلم ويجي. ولد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهنا قضى طفولته وسنوات نشأته الأولى على خطى أجداده الكرام، وتشرب مبادئ الحكم الرشيد والقيم الفاضلة من والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وضع الأسس الثابتة والقيم الراسخة لابنه البكر الذي سار على نهجه في العام 1971، حين كان المغفور له الشيخ زايد يوحد شعب الإمارات تحت راية الاتحاد. كان صاحب السمو الشيخ خليفة إلى جانبه يمهد لقواعد التمكين ويضع نهضة الإمارات نصب عينيه حلما غاليا وهدفا محققا. الابن الذي نشأ على صورة والده مرافقا إياه طوال فترة شبابه، مستقيا منه مبادئ الحكم والحكمة وحب الشعب، هو القائد الأب منذ شبابه المبكر. استمد سموه الإلهام من شخصية الشيخ زايد القيادية، حاضرا للمسؤوليات الجسام بعزيمة القائد المقدام. وحين ترجل الفارس زايد قاد شعبه بعزم لا يلين وإرادة لا تعرف المستحيل. من هذا القصر، قصر لبويجي، انطلق القائد خليفة حاملا هاجس واجب الحاكم تجاه شعبه، مكرسا جل وقته وجهده لدفع مسيرة التنمية والتمكين، حتى أجمع شعبه أنهم أسعد شعب. ليس حصنا تاريخيا فحسب، بل هو حصن الوطن ومجده، وهو مدرسة للأجيال تحكي قصص العزم والطموح وتحقيق الآمال. اليوم يعود قصر لبويجي مرحبا بكم مقصدا ثقافيا ومركزا للتعلم، تماما كما كان دوما قبل قرابة قرن من الزمان.